المفروض أن مجموعة يومية تأتي إلى كل الألفاظ العربية التي استخداماتها موحدة في لغات في الشعوب العربية، ثم تأتي للألفاظ التي يختلف معاني استخدامها عند هذه الشعوب، ويؤتى لكل شعب ينظر في الألفاظ التي يكون المعنى أوسع ما يكون فيها وتؤخذ، وهلم جرى في كل الشعوب، كل الألفاظ المختلفة تؤخذ من الشعب اللفظة والتعريف الأوسع وتوضع في قاموس هذه الألفاظ ومعانيها، ثم يكون التعليم في المدارس اللي هو ابتدائي وثانوي وفي الجامعة لا تكتب مقررات دراسية إلا من هذا القاموس. في جيل واحد سوف يتكلم كل هؤلاء الشباب نفس اللغة ونفس الألفاظ ونفس الاستعدادات، وبالتالي هذا دعم كبير للهوية ودعم كبير أيضا للاطلاع ومعرفة التراث. هذه هي القضية التي حقيقة يعني نتحدث معها مع المجمع، وأعتقد في المغرب في كأني سمعت من الأستاذ خالد الصمدي هذا الكلام من عدة سنوات، أن هناك محاولة ما في المغرب وتحدثنا فيها مع الأستاذ الدكتور التويجري لو تعرف سيسكو أن نتعاون معهم في هذا الأمر، مع الأسف لم يتم شيء. فإذا جد المجمع فلعل الدكتور الصمدي استدعى ويعرف منه ماذا يوجد هناك وكيف يمكن أن يتم التعاون معه ومع بقية المجامع مثلا المجمع السوري والجامع الأخرى. هذه القضية يعني التي رأينا نجتمع من أجلها ونتحدث فيها وندرك أهميتها، وأن يتولى المجمع رفع رايتها. نحن من ناحيتنا مستعدين للمساعدة بما يمكن، والواقع احنا المعهد العالمي للفكر الإسلامي بشأن اللغة العربية وبالذات التعامل مع التراث ومثل هذه القضايا ليكون قضية مؤسسية، سعى لأن يقيم جامعة في المشرق العربي وسميت جامعة الشرق.